السلام عليكم. السلام عليكم. عندي تصوير هنا. اي ها ما عندكم مانع؟ لا نروح على خالتي. شلونك حبيبي؟ شلونك حجينا؟ عادي اصور هنا؟ يعني اصور شلون؟ انت اصور ليش؟ ايش عندكم انتوا؟ انا مطلوب اربع ارقام. هاي العاده. اوكي لا يا معود. لا ليش ما تقبل؟ ليش ما تقبل الصور؟ ما طلع وجهي كاميرا عينها بالبدايه. انت ايش قد عمرك؟ انا؟ اي كبير. خلاص ليش ما تقبل؟ ها؟ ما طلع وجهي. لا ما طلع وجهك. اه هي. ايش قد عمرك انت؟ 23 سنة. 23 انت ايش؟ 24. 97 يعني ايش قد؟ 23 مواليد. 23 سنة. زين ليش بالبدايه ليش ما تقبلون اصوركم؟ يعني على هاي طب وهاي. لا انت ليش ما تقبلون واحد يصور؟ لا زحمه يعني. عادي سول انت ما عندنا شيء. انا صورني هذا. كلنا ما عندنا. كلنا صورنا. انا ما يعني ما على واحد. شو اسمه؟ خريج شو اسمه؟ ما اقول لك لا دبلوم ولا هاي شو اسمه؟ اقرا انجليزي وما ادري شنات. سادس ابتدائي. زين وين بيتكم؟ بيتنا بالحبيبية. انت ايش عندك هنا؟ ليش تجون هنا؟ يعني بيتنا بالحبيبية. شلون؟ بيتنا بالحواس. شنو الضيم اللي عندك؟ ضيم؟ انت كشاب شنو الضيم؟ اذا انت ما عندك راتب. تجي تشرب؟ أنا؟ إيه؟ أي والله. إيش قد تشرب باليوم؟ بـ3000 بـ4000. 3000 دينار؟ كم؟ ما تعبر الـ5000. أبد، إذا تعبر الـ5000 يقول لنا. زين، ليش ما تشربون ببيوتكم، بمنطقتكم؟ ليش تجون هنا؟ مو شوف المقابل. زين، أنت ورا ما تشرب وتكمل، وين تنام؟ أنا بالبيت، وين أنام؟ ترجع للبيت؟ إيه. زين، إيش معنى هاي الشوارع تختاروها؟ هي من زمان. هي من زمان مثل ما تقول. من زمان، إيش تشتغل؟ أبعد جداني، مو قصة تشتغل لو فشلوها. حتى لو كاميرا صور اول سنه كوستر انا عمالي مو لا ابعد جد احنا انا ابعد جد اقول لك ماشي طبعا احنا ما زلنا متواصلين بهذه الازقه هذه الازقه تعتبر هي من اخطر الاماكن وخاصه احنا نلاحظ كنا نتمنى ان نشوف هذه العمليات اللي ممكن تتم عمليات المتابعه والكشف في ازقه البتاوين في الساعات المتاخره بس مثل ما قاعد نشوف الوضع هو مو بالشكل يعني احنا هسه الشباب شافونا وانهزموا فبقى يعني هذه قاعدتهم اللي هي بأبواب هذه البيوت المتروكة القديمة بهذه الأزقة بهذه الأماكن تكثر هذه التفاصيل اللي هي بعض التجمعات الغير صحيحة كثرة الشرب وكثرة التعاطي وتجارة المخدرات صار لكم شقد تشربون؟ والله صارنا تقريبا بالاربع سنوات اربع سنوات شقد عمرك؟ انا؟ انا مواليد 2001 2001 انت شقد؟ 99 انت 99 مواليدك وانت 2002 باليوم شقد تشرب؟ مو سوى ثلاث اربع مرات ثلاث اربع وانت ايش قد تشرب؟ ثلاث ارباع وبيره. نشرب نص واثنين بيره. احنا نشتغل عماله، ايش نعمره بالعماله؟ نشتغل العماله لان عندي تعيين اقدر اشرب هسه؟ عندي تعيين وعندي شيء يعني راتب وهاي ما اقدر اشرب. نفسيه تعبانه يعني انت تعرف يعني صار احنا نشتغل عماله زين تدري بالعماله يوم اكو يوم اكو احنا منطقه قاعدين منطقه يعني بالتجاوز لحظه شباب خلينا نحكي لنا فد شغله انت تشرب لان عندك معاناه ورغم انت صغير تركتوا المدارس مو؟ تركت انا يعني بسبب شنو؟ شغل ليش ما يشربون مناطقكم؟ ليش تجون بهذه الاماكن؟ زين سؤال يعني شرب هنا ليش ما يعزون هالبارات كلها؟ اذا عزلوا البار شلون تشرب انت؟ ما اشرب انا خلوه شيء ويا الشرب مثلا لان اذا الشرب غالي مثلا تشرب اشياء بمكانها؟ لا ماكو لا لا الحمد لله لا. احنا هاي حياتنا هاي حياتنا بالشرب نشرب ما نجام يوميا بس بساعة يومية تروحون؟ مو يوم هاي طلعتنا جاي نطلع وانت مو جيت زين بنت تروح للبيت انت بهذا العمر صغير شو تقول لابوك؟ يعني ما يدري بيش ما يدري ما بس غير الصوت اي بس الصوت بس احنا جايين نشرب احنا شنو يعني شنو نشرب؟ لا احنا نشرب ما اذن واحد. ثاني شيء علاو شو اسوي؟ انا شرب اني مو شرب هو يشرب هو انا اشرب ولا هو يشربني؟ انت تشربه انا اشربه بس يعني معاناتنا
فيلك الله دور راحت باله تروح ما عاد بالك على نفسك. انتوا بعدكم صغار شباب، انتوا بعدكم صغار. هذه الاماكن بالليل خطره، انتوا دير بالكم. مو صحيح؟ صحيح. انت مركز وياي لو شارب هواي اليوم؟ واعي واعن عليك. واعي؟ ما اقول لك عشان ما عرفتك على الخالي. تشرف. ايش قد عمرك انت؟ انا 22. 22 وانت؟ هم 22 نفس العمر. ليش دائما تكبرون من عمركم؟ انتم بنين اصغر. 98. ليش ما تشربون بغير مكان؟ ليش تجون هنا تشربون؟ انا جيت على هذا الموضوع. جيت على الموضوع دقيقه. انا لو عندي امكانيه اقدر اشرب غير مكان، اقدر اشرب نادي، اقدر اشرب ملهي، اقدر اشرب نادي مال دمبله. بس يعني امكانيتي 10 و15 اجيب اشرب هنا وارجع للبيت. انت تدري هذا لانه رخيص، هو جاي يقول اجي هنا لان السعر رخيص. تدري هذا يحطون ب حبوب مخدرات. حبوب مخدرات بس احنا ما نشرب. سوى الشرب يعني شرب يعني يختلف عن هاي. مو صحيح؟ طبعا صحيح. طبعا من ضمن الاشياء اللي انتم ممكن تتخيلوها بس بالافلام، شوفوا هذه مشاجره. الله اللي يستر اذا شافونا. شوفوا هذه مشاجره. هاي عركه عركه عركه. ليش؟ اطلع حبيب، طلعني من المنطقه. طلعني. تواجدنا اكثر يبدو صعب.